معي مفهوم لصحبتي ذلك السنية عشر ملا أمري لابد نقول أشياء هنا من في عتا مرود ذن بأول مرودة وهم أشياء هنا من في عتا مرود ذن بآخر مرودة وهم أشياء هنا من في عتا مرود بظاهر مرودة وهم أشياء هنا من في عتا مرود ذن بباطن مرودة ويكهي مطير أول مرودة آخر مرودة ظاهر مرودة باطن مرودة أما أوي ذكير أول مروتين أو باب دي مروت لورا أو مروت خديدة على الأخص دي يتوجدان حتى مروت مظن دي إمام تربية مروت لسار دي وباب مروت كتب جهي دي وباب تخديترنا مروت أول دا نادي أو ذكير آخر مروت أو كل كثير روحي أوجي بآخرتا بكين المروحي لحركة بكتر طوى وقت الإنسان يختيار بو وكين يعمل هوهات أو هو وقت يزاروتي وقت شي حلال بي بكين يتين ويبا بيخدي تن ويبا بيخدي تن حيفا أو دليل أو بكين ظاهر المروحي أو دوست وأحباب وجيران وخديع شيء مروض أو أعمال وأشغال خي ظاهر دا دمنا مرو يعاني هواتي أجل خامي خليتي أجل مرو خامي خبصيني أجل بندرا خبديني أجل مرو مثلا أعمال لدي أعمال خبتي دائما أول كي ظاهر مروض أو دوستي مروض داخلية مرو باطن دا أو عيالي مرو كفلتي مرو في لكم لو رأوا جلي مروسي أو خوارنا مروز جيتي جميعي أشغالي داخلي جيتي خرسن بس جهي نداري بجري بعيني أما أو خسو بجيل أولي مروز وآخر مروز وواهي وباطل مروسي أو قدي عز وجل أو أبو حر أشياء مروز من بوجه حتى أريدوا تدير بار يا أريدوا مثلا بكل مجلس يا أريدوا تخزي يا أريدوا تخزي في الواقع أو جديد ناخ مروف جرسة دائما لرضاء ويجري دائما بخبتي وعلاقة ما بين مروف وخغلية يحقر بيجا علاقة تشيد بما بين مروف ده كاد أوي مروف يبو تشيد كليا وقت مروه ويجي بيتي او على قائد شيء بي ويرضى اي حق او شيء او عبادة لو رأخذي عز وجل القرآن الكريم لبودية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني الجن إنسان الجن شيء مثل إلا هو طاعت عبادة مروه هذه مروه ذا خدا إن عدام عبادة وطاعته بيتي دي طاعته خديه دي عبادة خديه إن كان سنة لا دون مروه خديه شيء طيرا جنك أو عبادة مروه بيتي جنك جنيتك خدائي غرب أوي طاعته عبادة أو بي وبدو السبب وصول أوي بضاء خديه بدو السبب رضاء خديه عز وجل وقت يكون يك وها صاصيبة أو عبادة مرود الجيني ولو بهم بكي أما وقت يكون يك نخدي به ولو مرود عبادة بعد حساب بكي تستمر من عبادة لك شوفوا حديث هاتيا وقلت إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما له وجدت عبادتي بهنا عبرته وقبوله والفاخذه بوتنتي هذا نيتي قديمه قد يقبل تلك من الا لا اذا روي صغري سيدي قد تعالى اول محاسبه بشي اشخاص علمي يجوا انا او حافظ القران قد تعالى بدايه تكتب القران الكريم ومن تعلمه بزيارة اللي خانيش خلقية بوش لا خلقية بوارة بيان كير
خبر بجيب تدراوات كي دورة أو دقوت من شخصيرة مدبو خلق دقوت من شخصيرة بيجن في دورة تخوشة تدعي مخصوصة وفن كتر بخشة تيجي أمر كي دخولة جهنم ودي أو كتي وقد تعالى ما زحب أبي في أو ما تخش فيها تريد تشكرش بمالي لعربي تمام خش في لجاتة مدى جامعة مدى فقيرة وهكذا دقوت دراوات كي أو ما صرفت ليه لكن تلاجبه بخشكر فخشكر وخسر ليه مروضة جوادة مردة خلط يشتره وقلت هاي مخصوصة هذه أمر يجي كتير جهد كيدي أوى أو كفيش وحربي ودار حبيل أخو كشتيها فقلت بيدا شكرا جوي حياة أخوان ليارة من النهاية كتير حتى مرح يخد بدلا خلط بيجي بيدا روا كتير فأريخ ودا كشتن إليه بديني فخدا كشتن يبو خاطر اشترى بيهم بيت مروه في ميزه شجعه وتعترى بوت الاتقائي مخصوصة فدي أمر يجي في جهنه أغاى الظاهر أو القرآن خلقه ربو أو يجي الظاهر معنف وخشكر يا خديده ويجي في خدا لا تنشبه باطن من نجبه خديده واحتباره ونبوشنا ويشيه نب صفى مالي ويشيه نب قرآن أما وصف النيات فأصيبي هو خديدي خديد جانا تشكيهم زي مرو عفوك أولا من جيد شيخ فلمان كير قدسنا الله تعالى بإستاذ العلية وجه خديد تعالى بإسلام دانا خاطرك الله ويوك هبو توسر ديرك إيبو آويش خرابوشي مي لا حيري وصفاق بشغل ديريدي يرى مسلم ذو كتاوة حتى خطيها دريداية حتى أصفر الشخص لتشونه وقوم بجوه هاري بجوه الله يبيتم جنابا طلق مسلمان حيرا وقت الروبين جنابا طلق مسلمان حيرا وقت الروبين أسل أجل أحساق للحري أجل هنا بلس مسلمان أو جديش خلاطي أفران البوسين يكهتو حافظو بردين رسوية الوسن الخمسية في الشهاية تابو قوتيا ولادي وسن إراكم لورا غلط هنا وقامزين لوسن جبتر بلن وبيشن إجا رابو أوسن جراكية بنتا خداي خدي أول با خاطري سن تبو بنتا خداي داني أول با خاطري سن تبو بنتا خداي ذكر إذا تشكيهم لكو لا تنوقتي خذي القلوب وعميزة من يطع هردو عصافي وخذي هردو قلوة ويشتع تاشير فرمان بكيز وطيجارة هبو وقوة ربي خذي مزاني بانات الكودري لها سباهات خارية جلو تفريج هنا جور جلتا قيش اشتبه فانتا العمل بانا برامو خذي رفا ورام يطع يميزة قلوة مزاني هو براك عيزة وقوك هبو ويسي مطربو وقوك في أزمان إذا ما بقنا بار المدى يبو أزمارك في خضير بحنا على أولا يعني هذا كلامي وقت خضيت على خلوز عبادة خلوز نيح خضائي في خضيت على جيد أجل إسلا خضائي في إبا جاردة سخلينا جيدتي بلدان أجل جراتا مدى مصر ترزيع ملكة لورا بركب عقيدته وقت الإنسان مدى مصر ملكة دوم بكي دوم بكي دوم بكي آخر قطب بكي تشتجع ملي درناك وراء خبر الشيطان حقا حقا أدلان ملائكته خديدة بعد عبادتك لكن إذا تالي دوم نكر مخالفة أمر الخديدة ومطرود الرحمة شيخ فرمان شرقة صلى الله تعالى جسال علية وجبر أبو يتي زحفة صفو يدي زحف عابده شيخ بريكي شيخ صف وكتا قلبي إذا تمالغ المالا خبر من ذاتي حقا بأسيا يا خديدتين بأرزا خديدتين بأهل القروبة فعد عبادة خديدتين بأبصى بعقلي هنا أجيها مزمبرا يخوض كانوا عمري خطع ده
دو خودی این حالا ایتا یه دیزی دو خودی شیطان دیده بارا جاره چیز یه دو شیطان خوشان از ده شکل دیده فجوه بوده من یا تمالا خبره نزاتی یه تاعت عبارت هنا برای که کیف و لذت گیری توی خوالا قدم برای خو کیف و لذت گیری تا دیز خروه را بگو تاعتا یه رابوی آیه تاعتی فس کلیه و خیری جن برای خو تاعتی شیطان كانوا عابد يقسمي جوايا جنب رايخ وقت يعني يمكن أو بهوا كسينا دراجي دي جهد يخواري قايها وجوها تنا سهر دوي قرباني سيئي تاري بغندرية قدوا لإله خذي تعالى أو صالح باع ذلك وشو قلدة شريكة مع أنه عملي خطف بعضي لخشف المين وهو فاسد غفراشك وشو قلدة لأنك عبرت لم ممكن ما تعطي ثانية بل مجرد ومرور سريع تعطي بدون بكي حتى مرور ومرور بدون في عصيبه بين الرجل دورة حياة حتى آخر نفسه ودين جنة جئة الضوضاء خدين جعبك وغضب خدين جعبك هرب مربوط ومعلق بعمره هذا الآن عمر فاذكر بطاعته عبادته خليلة معنى ايه اوض وذي عبدي ذي عمري كثر وحجر نعوذ بالله فرصة عمر كث بغضبة خليلة بأمرية خليلة معنى ايه اذي ذاني هنا ذي عمري كثر غضبي الآن هم جناتك بذوز مجلسي او الا بشيء فعل بفعل حي بحي رول برول دقر دقر الا يحمل بشيء حد نفتنا يمي اوى وابي امري بردي محافظي بسربتي نغو لغو برداي هل بلغو نغو لغو سردي لا تاوي بلغو لغو سردي نجا تاوي لغو سردي رضا اخذي عز وجل وإذا أمتع من دوزن ببرك ماني عمر برك تز قاعات وعبادة لهم لو ربي دنيا جنازي ويادي قدر دروي لدنيا أو في حسب هذا العبادة بل لازم أوقاته بنظمينه نظمينه شكرا آخرته لازم جديدة وشكرا الدنيا رجي مثلا ذلك اكثر عمري خاص بسر في اوائد واجبيه في اوائد نفسي الا جانب مثلا وباشر اما غالب عمر وكما قلت في اوائد انا تحرجي لازم انسان يضيع فجرك رابط خلاص دورة او وقتي تحري وقتي بركتي وقت نزول الصيد المستطيع وقت نزول تجليات الإلهية وقت ذكرنا دلي الحميد وقت ذكرنا ترداد ما بين عمرون خدائنا هو تجليزي لفتح حجاب ما بين عمرون خدائنا الحياة أما التحرجة حجاب أدراكي أو ماهي هو عبدي بخاري بديه جريخة بريه جريخة مروفة محروم نتيج هي فضل وبركتها جريخة نجيبة سنتي سيدي يتيج أركاني طريقة نفسها غنبية ورابطة جريخة غنبية أركاني ورابطة مروفة حديثة